افتتح في قرية مردوك التابعة لمدينة شهبة في السويداء مهرجان التراث والمأكولات الشعبية بحضور شعبي ورسمي، تأكيدا على أهمية العادات والتقاليد الأصيلة التي تتغنى بها المحافظة وتتناقلها الأجيال. هلا نحن عملنا مهرجان التراث والمأكولات الشعبية، مدة هذا المهرجان 5 أيام. بلشنا فيها هلا بفقرة غنائية شعبية، وبعدين فتحنا معرض للمقتنيات التراثية القديمة، وكمان قدمنا مأكولات شعبية من أهالي القرية. التراث هي رسالة، رسالة مقدسة، رسالة سامية، بتعبر عن كل شيء، بتعبر عن تاريخ مضى، عن حضارة، عن أجدادنا عاشوا فيها بهالفترة. يعني بتقدم رسالة، رسالة لنعرف الأجيال اللي بعدنا شو هي، شو تعبوا أجدادنا. طبعا كثير مهم أنه نحن نرجع نحيي التراث القديم ونعتمد على الإنتاج المحلي. بظل الظروف اللي نحن عايشين كثير لازم نشجع على هالقضية، المفروض الكل يعتمد على الإنتاج المحلي ليساعد بظل هالظروف لمن يقدر نطلع من هالأزمة. تضمن المهرجان لوحات فنية وقصائد وأغاني شعبية، إضافة إلى معرض ضم مقتنيات تراثية مادية كانت تمتلئ بها البيوت القديمة ومأكولات شعبية اعتاد الأجداد على تقديمها، تعتمد على ما توفره الطبيعة من حبوب وخضار. ويستمر المعرض لمدة 5 أيام بهدف التركيز على التقاليد العريقة للمحافظة. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.